جزاكم الله كل خير يا دكتورة، ألف شكر لحضرتك. والنهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة أو اللقاء الثالث مع مهندس ياسر أبو سعود. كان المفروض المهندس هشام بس حصل ظرف كده، فمهندس ياسر مشكورا إن شاء الله هو اللي يدي المحاضرة أو اللقاء النهاردة. مهندس ياسر أستاذنا وحبيبنا ومهندس معماري، وحصل على ماجستير علوم الهندسية في إدارة المشروعات، و الماجستير بتاعنا قريته ما شاء الله حاجة فخمة جدا، يعني يكاد مالوش مثيل في العربي ولا الانجليزي. عمل مقارنات رهيبة جدا وحاجات أثناء الكونستراكشن وأثناء التشغيل، حاجات قوية جدا. وليه 3 أبحاث منشورة في مؤتمرات ومجلات علمية، وحاصل على الويل اي بي والليد جي اي والبي بي اي سي، وعامل كتاب في الجرين بيم. والنهارده ان شاء الله هيتحدث عن الاستفاده من نمذجه معلومات البناء في دعم اتخاذ القرارات المبكره في تصميم مشروعات المباني الخضراء. اتفضل يا استاذنا، هل ممكن حضرتك تشغل الكاميرا عشان انت وحشنا؟ والله خليني اشوف، بس انا زي ما قلت لك انا جاي من سفر، فيعني يمكن لا خلاص مفيش مشكله مفيش مشكله. الله يكرمك الله يكرمك، براحتك خالص. طيب السلام عليكم جميعا، انا حرصا على وقت حضراتكم طبعا انا هحاول ادخل في الموضوع على طول، وشكرا جزيلا للمهندس عمر على المقدمه المبالغ فيها قوي دي. الحقيقه البحث انا بوعده من الابحاث التراديشنال اللي فيها جزء كبير تكنيكال، وهو زي ما المهندس عمر قال ان هو كان في الكونستراكشن مانجمنت، وانا كمعماري كان عندي الاشكاليه ازاي كمعماري ادحش بقى او احط العماره جوه الكونستراكشن مانجمنت. فقدرت اوصل مع الدكتور المشرف لآلية ده ان احنا نشوف الفكر المعماري ممكن يتدخل ازاي في اداره المشروعات. وانا كمهتم بالعماره الخضراء وبالاستدامه لجأت للفكره دي. البحث كان يعني انا اشتغلت فيه مينلي في سنه 2016 و2017، فكان وقتها بداية دخول البيم بشكل واسع في السوق. هو طبعا موجود من يمكن من 2005، لكن دخوله للسوق الفعلي كان من بعد 2015، وكان لسه بيعاني مشاكل كتير وما كانش وصل للنضج الكافي لده. فحبينا نشوف ازاي نستفيد منه كتول جديدة او كابروتش جديد في انه يفيدنا في تصميم المباني الصديقة للبيئة او المباني الخضراء او المباني المستدامة ايا كانت التسمية اللي بيقولوا عليها. الرسالة كانت من خلال جامعة حلوان، كان المشرف على الرسالة، انا بحاول انقل ثواني، المشرف على الرساله كان الدكتور احمد عبد العليم، كان وقتها مدرس مساعد في هندسه المطريه، وفي نفس السنه بقى استاذ دكتور في الكليه. والدكتور استاذنا كلنا الدكتور طارق حجازي من جامعه ووترلو في كندا، وان كان وقتها كان حياة مشغول قوي، فكان الدكتور احمد هو اللي كان متابع معايا بشكل قوي اثناء عمليه البحث. وكانت لجنة التحكيم الدكتور عادل السمدوني كمحكم داخلي من الجامعة، والدكتور أحمد راشد من الجامعة البريطانية في مصر. والحقيقة دوت يمكن أضاف للرسالة زخم، يعني أنا شخصيا استفدت منه من القناه دي، كل واحد قدر يحط الانبوت بتاعه والادفايس بتاعته علشان يوجهوني للطريق الصحيح، يعني الطريق اللي نقدر نستفيد بيه أكتر يعني. طيب البروبلم بتاعتنا ان وقتها احنا كان وما زلنا يعني احنا عندنا تشالنج كبيره جدا في الانفيرمنتال ديزاين، علاقه المباني بحياتنا واثرها الكبير على البيئه. وكان عندنا مشاكل ما زالت مستمره، ويمكن بدات مشاكل اجزاء كبيره منها تتحل في الانتجريشن والاويرنس بمعنى مسؤوليتنا عن البيئه وتصميمنا للمباني واثارها على الحياه اللي احنا عايشينها. وطبعا الايكونوميك تشالنجز في تاخير المشاريع والتاخير في ان احنا نتخذ قرارات في وقت مناسب، بالتالي دي كانت مدخل للفكر في البحث بتاعنا. طيب فاحنا كانت فكرتنا الرئيسيه ازاي، ايه هي الابيليتي بتاعت البيم ان هو يقدر يميجر ان مبنى ياخد كريدتس معينه في ريتنج سيستم
بيقيس المباني مدى مطابقة المبنى أو مدى مطابقة تصميم المبنى وتشغيله للبيئة اللي احنا عايشين فيها. وهنا احنا اخذنا الليد فيرجن 4 بعد ما عملنا كويتشنير على اير ريتنج سيستم اللي احنا ناخده كمثال، ناخد التشيك ليست بتاعته ونبدا نطبق عليها ايه اللي ممكن يفيدنا البيم فيه. وكان عندنا هدف ان احنا نقدر نطلع بري اسسمنت تول بسيطه في صوره ملف اكسل يستفيد بها الديزاينر في المراحل الاولى خالص من الديزاين، في مرحله الكونسبت او في السكيماتيك، ان هو يقدر يحط اهداف للديزاين بتاعه ويقدر يقول ان بشكل كبير اقدر اتشيف بوينتس معينه في ريتنج سيستم للعماره الخضراء معين. والمثال اللي اخذناه هنا طبعا كان ليد فيرجن 4. وكان عندنا هدف يمكن في البدايه ما كانش واضح، وقلنا بعد ما هنبحث هيطلع لنا فريم ورك نقدر نشتغل عليه او نربط جهات معينه بيه بحيث ان تكون مدخل للمستقبل في استخدام البيم في تصميم المباني الخضراء. لان احنا كانت رؤيتنا ان المستقبل مش هيبقى فيه مباني خضراء ومباني غير خضراء، المستقبل لازم تكون كل المباني صديقه للبيئه، يكون وعي الناس كلها بقى خلاص موحد في ان المبنى ما بقاش فيه اوبشن ان هو يبقى صديق للبيئه او لا. احنا بنعاني من مشاكل كتير جدا في الانرجي كونسامشن وفي السي او 2 ايميشنز وفي علاقتنا بالمباني وفي صحتنا جوه المباني. فبالتالي المستقبل بدون اختيار حد هيفرض نفسه علينا بالعلم وبالبحث ان المباني كلها تكون صديقه للبيئه وتكون صديقه يكون تاثيرها ايجابي على صحه الانسان وعلى البيئه المحيطه. طيب الميثودولوجي اللي احنا استخدمناها، بداية عملنا literature review قسمناه لجزئين، ان احنا ناخد الابحاث القديمة نشوف الموضوع جذوره ايه، من امتى بدأت ناس تبحث في الموضوع، في مدى امكانية الاستفادة من برامج البيم او السوفت ويرز اللي بتشتغل بمنهجية البيم في تصميم المباني الخضراء. والقسم الثاني هو الابحاث الحديثة اللي احنا نشوف وصلنا لايه في النهاية. وبعدين عملنا كويتشنير علشان نحدد منه بعض البارامترز اللي تفيدنا في مثلا في ان احنا نعرف احنا واقفين فين. هل الناس فعلا، مش هنا بقى مش هقول الناس، هنا هقول الشركات والمكاتب الديزاين، هل فعلا هي عندها الاويرنس الكافي في استخدام في التصميم البيئي، وهل بتستخدم البيم او لا، واذا بيستخدموا البيم ايه السوفت ويرز اللي بيستخدموها، واذا بيعملوا انرجي موديلنج في ايه السوفت ويرز اللي بيستخدموها وايه الطريقه اللي بيستخدموها بيها، وهل بيستخدموا ريتنج سيستمز معينه في العماره الخضراء، ولما بيستخدموها هل بيستخدموها لان هي جزء من ثقافه الشركه او الكيان الهندسي، ولا هي لان الكلاينت طالب، ولا هي ليها اهداف ثانيه. ونتيجه الكويتشنير كانت الحقيقه يعني بتوضح لنا قد ايه احنا كان لسه قدامنا وقت كبير علشان نحط رجلينا يعني، لكن ما كانتش يعني نقدر نقول ما كانتش محبطه بشكل كبير ان احنا لسه بدري علينا، لا، كان في محاولات وفي ابحاث طالعه وفي ناس بدات بالفعل تشتغل. نتيجة الكويتشنير والليتريتشر ريفيو اللي عملناه قدرنا ان احنا في النهاية نقترح السمبليفايد فريم ورك زي ما كنا عايزين في البداية، وان احنا نشوف بقى احنا وصلنا لايه. والحقيقة البحث لما بحثنا البحث فاجئنا بان في زخم كبير قوي في المعلومات وفي الابحاث اللي اتعملت قبل كده وفي البوتنشالز المحتمله اللي نقدر نشتغل فيها بعد كده كمجتمعات لسه بتبدا ولسه عايزه لسه بتحاول وعايزه تتعلم وعايزه تعمل حاجه تفيد الاجيال اللي جايه. دي كانت مكونات البحث، طبعا الانترودكشن وبعدين اوفر فيو بقى عن السستينابيلتي وعن البيم، وبعدين الليتريتشر ريفيو، وبعدين الكويتشنير، وبعدين البروبوزد انتجريتد بروسيس، وبعدين عملنا كيس ستادي علشان نطبق عليها البري اسسمنت تول اللي وصلنا لها،
وبعدين في النهايه السمري والكونكلوجن. مش هطول عليكم بقى، في ان معظمنا يعرف دلوقتي البيم البحث يعتبر قديم شويه، ولكن ده بيترجم السلايد دي بتترجم بشكل بسيط العلاقه. يعني احنا على شملنا الجرين بيلدينج كابروتش، احنا عايزينه يبقى هو الابروتش القائم في تصميم المباني وتنفيذها وتشغيلها، والبيم كنيو تولز فتحت لنا مجالات كبيره قوي ازاي نقدر نستفيد منها، سواء بقى في الهيومن هيلث، في السايت، في الانفيرمنتال، في الووتر كونسامبشن، في الانرجي، في السي او 2 ميشنز، اللي هم في النهايه بيعبروا عن البيلدينج بيرفورمانس. البيم طبعا كلنا خلاص بقينا فاهمين ان هو بيفيدنا في ان هو بيطلع لنا مور اكوريت ديزاين، مفيش كونفليكتس كتير، او بيعرفنا الكونفليكتس في وقت مبكر، بيبقى فيه انتجريشن ما بين الديسبلينز، بنقدر ننسق مع بعض كويس في البدايه، بيبقى فيه ليس كونفيوجن وليس ريورك. دي من مزايا البيم، وشرحنا او يعني اتكلمنا فيها كتير في الاوفر فيو. بعد كده الجرين بيم اللي هي كانت بدات تظهر في العشر سنين اللي فاتوا، اللي هي تطبيقات بقى السوفت ويرز اللي بتطلع بدات تعمل تولز. التولز ديت ممكن تساعد في عمل انرجي موديلنج، او ان هي تعمل اسسمنت للانرجي يوز انتنسيتي لكل متر مسطح في السنه في المباني. وده الحقيقه احنا يعني خصصناه في دراستنا في تكنيكال بيبرز اتنشرت زمان مهندس عمر، في مدى دقه المخرجات بتاعه السوفت ويرز دي، وان احنا حاولنا ننبه وقتها ان تكون الشركات المنتجه للسوفت ويرز دي ايا كانت هي ايه الشركات، ممكن تكون بتعمل لنا بيموش، ممكن تكون بتعمل لنا دعايه للسوفت ويرز احنا مش عارفين اذا كانت بالفعل قادره على ان هي تدينا نتائج سليمه ولا هي مجرد دعايه. بعدين بدانا نتكلم عن السستينابيليتي ونعمل استيميشن عليها، وبعدين يعني حاولنا نوضح الاول في البحث طبعا ان الجرين بيلدينجز مش هي المباني الخضراء او المباني اللي فيها شجر زي ما بيبان في الصور، لا، هي بيلدينج بيرفورمانس بيشتغل معانا من بدايه من البري ديزاين، حتى مش من ديزاين بس، لغايه الريسايكل للمبنى بعد ما ينتهي عمره. بنستخدم بقى استراتيجيز معينة أثناء التصميم، أثناء التنفيذ، استراتيجيز معينة في إزاي نتناول الموقع اللي احنا شغالين فيه، وإزاي نحافظ على البيئة منه، وإزاي نعمل ويست مانجمنت علشان ما نأثرش على المحيط بتاعنا، وإزاي نوصل الأوبريشن أند مينتيننس اللي يبقى فيه انتجريشن ما بينها وما بين اللي حصل في الديزاين من خلال تولز كتير يعني تم ذكرها في البحث يعني. طيب، وبعدين بقى قلنا ليه بقى الجرين بيلدينج مهمه، وشرحنا الحاجات المنشوره وقتها، الكونسامشن بتاعت المباني ان 14% من البوتابل ووتر بتستهلك في المباني، 30% من الويست اوت بوت بتخرج من المباني، 40% من الرو ماتيريالز على كوكب الارض بتستهلكها المباني، 38% من الكربون ديوكسيد ايميشنز بتطلع من المباني، من 24 ل 50% انرجي يوز من المباني، 72% الكتريستي كونسامبشن بتخرج من المباني طبعا. فده بيوضح لنا اهميه ان احنا لازم اللي جاي كله يبقى مباني صديقه للبيئه وصحه الانسان. وبدانا نعرض الانيشيتيفز اللي كانت متاحه وقتها، منها اركتكتشر 2030 اللي كان الهدف منها في 2015 ان هي تقلل الاعتماد على الوقود الاحفوري الى 70% بالتدريج الى سنه 2030، ان نوصل للكربون نيوترال اللي هو ما نحتاجش نعتمد اصلا على الوقود الاحفوري فيها. وهل وقتها كان في بقى ريفرنسز للكلام ده ولا لا؟ فطبعا كان اهم ريفرنس وقتها الانترناشونال جرين كونستراكشن كود، وبعض واشري وبعض الكودز الثانيه اللي كانت موجوده. استغلينا الموضوع فرصه ان احنا نعمل استيميشن او دراسه احصائيه كده ايه هي الدول اللي بتشتغل جرين بيلدينجز، وهل عندها ريتنج سيستم ولا لا. وهنا محتاج اقول توضيح بسيط، يعني ايه ريتنج سيستم؟ ريتنج سيستم هو ان انا
علشان اقدر اقيس المبنى صديق للبيئه او لا لازم يكون عندي طريقه للقياس. يعني انا مش هدخل المبنى اتمشى فيه واخرج منه اقول اه المبنى ده صديق للبيئه، لا لازم يكون عندي طريقه للقياس. الطريقه للقياس دي هي اللي لجأت ليها بعض المنظمات او الهيئات سواء هادفه للربح او غير هادفه للربح في العالم، علشان تدرس البارامترز المتعلقه باستهلاك الطاقه او انبعاثات الكربون او التاثير على صحه الانسان والاندور انفيرمنتال كواليتي، بالتالي صاغتها في 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 ديزاين استراتيجيز وبعض الاستراتيجيز الخاصه بالكونستراكشن وبالاوبريشن اند مينتيننس، وطلعت بتشيك ليست يقدر اوديتور يشيك على عمليه التصميم والتنفيذ وتشغيل والصيانه من بدايه المشروع لنهايته، يعمل فيريفيكيشن للاستراتيجيز ديت اذا كانت تمت بالفعل ولا لا. من خلال التشيك ليست دي هيقدر في النهايه يدي بوينتس، البوينتس ديت تقول ان المبنى ده بيحقق اهداف التصميم البيئي بدرجه ما. في منها اللي في من الجهات دي اللي بيقسمها لسيلفر وجولد وبلاتينيوم، في اللي بيقسمها بدرجات، في اللي بيعتمد على سوفت وير معين يطلع مثلا انرجي يوز انتنستي للمتر المسطح في السنه، فبالتالي يكون بيعتبر ان الهدف الرئيسي هو في النهايه ان انا اوفر استهلاك الانرجي، لان كل حاجه في النهايه بتصب في الانرجي، فبيعتبر ان دوت جرين بيلدينج. دي برضو بعض الارقام اللي كانت يو اس جي بي سي اليو اس جرين بيلدينج كونسل طرحها في الوقت ده عن الليد وعن خطته في المستقبل في درجات الشهاده بتاعته. بعدين بدانا نتكلم عن البيم وفوائده، انا مش هطول عليكم في دي كلنا طبعا عارفينها، لكن يمكن الجراف دوت بالنسبه لنا مهم شويه في اهميه يوضح اهميه الموضوع. احنا عندنا ايه الوقت اللي نقدر ناخد فيه قرارات ويكلفنا، وايه الوقت اللي ناخد فيه قرارات وما يكلفناش اثناء عمليه التصميم. فاحنا عندنا اللاين الازرق ده هو الابيليتي تو امباكت كوست فانكشنال كابابيليتيز. يبقى انا لو كل ما تاخرت في اتخاذ القرارات، خلوني افتكر بقى لان انا الحقيقه الجراف ده انا ما بصيتش فيه من حوالي 3 سنين. انا كل ما اقدر اخد قرارات بدري، يعني الخط الازرق ده بيديني ability ان انا اخد قرارات بشكل مبكر. طب الخط الاحمر ده عكسه تماما، ان انا كل ما اتاخر في اخذ القرار كل ما الكوست اللي انا هتكلفه هيبقى زياده. التو لاينز التانيين هم مقارنه ما بين التراديشنال واي في اداره عمليات التصميم والكونستراكشن، والخط الثاني هي النيو ابروتش بتاع البيم وان هو بيفيدني اكتر في القصه. يبقى انا بتكلف كوست في الاول زياده شويه في 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 في, في البيم ابروتش، لكن بعد كده خلاص الكوست بيبقى بالنسبه لي يعني واضح ان انا مش عارف اصيغها ازاي دلوقتي، يعني يمكن عشان انا مش فاكر قوي الجراف، لكن هبقى ابعت لكم الجراف ده ونستفيد منه كلنا. طيب بعد كده عملنا الليتريتشر ريفيو ولقينا بقى ان احنا عندنا حاجات كتير جدا، الزخم اللي بقول لكم عليه ان في 100 حاجه عايزين نعمل فيها انفستيجيشن نشوف الناس وصلت فيها ايه. البيلدينج بيرفورمانس اناليسيز والسستينابيلتي، البيم والانرجي سيميوليشن، البيم والليد، البرمجه والابلكيشن بروجرامنج انترفيس اللي هي الاي بي اي اللي بنقدر نعمل نبرمج حاجه معينه ندخلها على سوفت وير تفيدنا وتحقق لنا هدف بعينه، علاقه البيم بالجي اي اس، الليميتيشن بقى بتاعت البيم بيس سستينابل تولز، الانتجريشن والانتر اوبرابيلتي ما بين السوفت ويرز، الداتا بيز مانجمنت، يعني حاجات كتير جدا كان لقينا ان في ابحاث كتير بتتكلم فيها، فحاولنا ان احنا ناخد الخلاصه من كل ده.
الجزء الاولاني احنا قلنا هناخد ابحاث قديمه شويه ونشوف كانت بتتكلم في ايه، فلقينا ان معظم الابحاث تقريبا او الوقت بتاع الزخم في الابحاث في القصه دي كان في سنه، بدا من سنه 2011 تقريبا، وكلهم اجمعوا ان في فوائد كبيره قوي من استخدام البيم في تصميم المباني الخضراء، في اتخاذ القرارات في وقت مبكر في مرحله التصميم، يوفر علينا بعد كده التغييرات، ويوفر علينا الكوست، ويوفر علينا كونفيوجن في وجهات النظر، ويخلينا من البدايه الامور واضحه معانا. طيب فدي الحاجات الابحاث من 2013 ل 2016 قالت ان البرامج البيم بتفيد في تصميم المباني الخضراء فيها. اقدر من خلال برامج البيم اشوف ادرس الويست مانجمنت، وادرس الاندور اير كواليتي، وادرس السي او 2 ايميشنز والماتيريالز ودراسه الشمس والظل والدي لايتنج اللي ممكن استفيد منه داخل المبنى بالنسب المناسبة بتاعته، الانرجي سيميوليشن، اقدر اتخيل في النهاية المبنى ده هيستهلك انرجي لكل متر مسطح قد ايه في السنة، الرينيوبل انرجي، الايروجن اند سيدمنتيشن كنترول اثناء عملية الكونستراكشن، ازاي احافظ على الموقع بتاعي وعلى المواقع المحيطة بيه. فديت البينيفيتس اللي نقدر ناخدها من البيم دي كانت بقى حاجه الليتريتشر ريفيو، وان في ناس عملت بقى مقارنات ما بين اذا انا عندي مشاريع موديلد في المقابل مشاريع نوت موديلد هتعمل امبروف قد ايه في الانرجي يوز انتنستي للمبنى، فالنون موديلد بروجكتس لقوا ان هي في 21% من المشاريع اللي اتعمل عليها الدراسه بقدر اعمل امبروفمنت كديزاينر سواء بشكل مانوال او بالتراديشنال واي لغايه 40 ل 49%، لكن الموديلد بروجكتس اللي انا استخدمت فيها البيم ممكن اوصل ل 60% يعني او 26% من المباني اللي اتعملت عليها الدراسه اقدر اعمل امبروفمنت لغايه 60%. يبقى انا عندي ثقه لدرجه 60% ان الـ استهلاك الطاقه عندي في المبنى هيكون موثوق فيه. طيب في 2015 لقينا بقى ان لازم في علاقه ما بين ان يبقى في داتا بيز بتربط ما بين الجي اي اس والبيم والبيلدنجز، ودي كانت نقطه مهمه قوي لينا في البحث ووجهتنا توجيه تاني هنشوفه في نهايه البحث. طيب لقينا طبعا ان الاي بي اي وقتها كان يعتبر ثوره نقدر نعتمد عليها في طريقه التفكير اللي بنفكر بيها علشان نستفيد من برامج البيم في تصميم المباني الخضراء، وعملنا مثال هوريه لحضراتكم بعد شويه. كل اللي باين قدامنا على الشاشه دي كلها سوفت ويرز بتصب في البيم، بتشتغل في البيم، ومعظمها ليها علاقه بالجرين بيلدنجز او الاستفاده منها في الجرين بيلدنجز. بالتالي الموضوع بقى واسع جدا، فده بيخلينا كناس عاملين في المجال الهندسي سواء ديزاينر او كونتراكتور او حتى كلاينت لازم نحدد اهدافنا من البدايه، انا عايز اوصل لايه واختار التولز المناسبه ليا ان انا اشتغل بيها. انا مش هينفع اشتغل بكل السوفت ويرز ديت مع بعض، لازم احدد انا عايز اشتغل بايه علشان اقدر استفيد منه. لقينا بقى في انتر اوبريبيليتي كتير ما بين البرامج، ان انا اقدر اطلع بنفس الموديل من سوفت وير معين لسوفت وير تاني اعمل عليه اناليسيز معينه سواء ليها علاقه بالانرجي موديلنج او ليها علاقه بالماتيريالز او ليها علاقه بالسي او 2 ايميشنز. بالتالي عن لسنه 2018 كانت الابحاث وصلت ان الموضوع خلاص بقى واسع جدا وبقى كبير قوي وبقت ناس كتير جدا بتشتغل فيه. بالتالي كان ده وقت الزخم اللي لسه الناس محتاجة تحدد أهداف محددة علشان تقدر تستفيد من الموضوع.
ان شركات كتير عملت سوفت ويرز، كل الشركات بتقول انا السوفت وير بتاعي بيتبع الدي او 2 او الدي او او الديبارتمنت اوف انرجي الامريكيه او انرجي ستارز او غيره من الحاجات الموثوق فيها، وبالتالي اليوزر ما هوش متاكد، هو بيسمع بيشوف الخبر في 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 في, في البروشور بتاع السوفت وير وبس. فهنا الناس كانت محتاجه ان هي تبدا تلجا تجرب بنفسها وتشوف ايه اللي تقدر تستفيد منه بالفعل. ولقينا ان عندنا بقى اكسشينج فايلز بنقدر ناخدها من الـ من البيم سوفت وير، نخرج بيها لبرامج تانية كتير، ناخد النتائج اللي احنا عايزينها علشان نستفيد منها في تصميم مباني الخدمه. مثلا على سبيل المثال الاكستنشن اي اف سي فايلز سبورتد باي 150 سوفت وير، فده رقم كبير جدا. يعني ده معناه ان احنا بقى عندنا بوتنشال اوسع وعندنا فرص كبيره نقدر نعتمد عليها في ان احنا نستفيد من الموضوع. انا اسف ان طولت عليكم. بعد كده دخلنا في الكويتشنير، مش هطول عليكم فيه. انا قلت في البدايه الكويتشنير وصلنا لايه، في النهايه هو وصلنا ان احنا اشهر ريتنج سيستم موجود في الدومين بتاعنا كان مصر ودول الخليج، فكان معظمهم بيستخدم الليد. بالتالي هو الليد اللي احنا اشتغلنا عليه في ان احنا نطبق عليه، وهو اللي كان فيه الحقيقه بالنسبه لنا الداتا بتاعته متوفره، الريسورسز بتاعته موجوده على الويب سايت بتاع اليو اس جرين بيلدينج كونسل. ما كانش عندنا الصعوبه في ان احنا نجمع البيانات بتاعته او الداتا اللي احنا عايزينها منه وان احنا نطبق عليه. خلينا نعدي بقى الجزء ده بتاع الكوتشنير، لكن هو في النهايه وصلنا لنتائج كويسه قوي. طيب الفريم ورك بقى اللي احنا وصلنا له واللي احنا قلنا ان هو لما اكتشفنا ان احنا البحث خدنا القصه اوسع بكتير من البيلدنج انفورميشن موديلنج، ان الموضوع دلوقتي مع اتساعه ومع الانتر اوبريبيليتي ما بين السوفت ويرز ان احنا نقدر نوصل بعد كده لسيتي انفورميشن موديلنج مش بيم انفورميشن موديلنج. فبالتالي وصلنا للفريم ورك ده ان احنا ازاي من بدايه التصميم نشتغل مع الاثوريتي اللي ليها علاقه بالمكان اللي فيه المبنى. فخليني اضرب لكم مثال بسيط علشان ما كلكعلكوش الدنيا. انا عندي مثلا نيبرهود، هبدا اصمم انا كمكتب استشاري عندي ديزاين لمبنى جوه النيبرهود دي. الطريقه المتبعه في 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 في, في معظم الدول ان انا عندي مساح بينزل يرفع الحدود الارض حسب صك ملكيه او حسب دوكيومنتس من الامانه او البلديه او جهاز المدينه، وبعدين بيصمم وبيسلم جهاز المدينه للمراجعه او الاعتماد. اللي احنا بنقترحه هنا ان لا، انا لازم يبقى عندي موديل 3D موديل محمل بكل الانفورميشن اللي تهم الوزاره المعنيه او الجهاز المعني. هنا مش وزاره واحده، هنا الوزارات المعنيه والاجهزه المعنيه بالنيبرهود دي كيف يتم ادارتها. يبقى انا كمكتب استشاري علشان ابدا اصمم في مبنى داخل نيبرهود محتاج اخد الجنرال موديل اللي موجود عند الجهه المعنيه اللي هي سواء جهاز المدينه او الامانه او البلديه او غيره علشان ابدا اصمم المبنى بتاعي عليه. طبعا ده ليه متطلبات كبيره قوي، يعني هتبان معانا بعدين. لكن من بدايه ما انا بصمم انا عندي دلوقتي الكونسبت للديزاين بتاعي، اقدر ادخل على الريتنج سيستم اللي احنا كان عندنا هنا في الدراسه كان الليد، وابدا اشوف امشي مع التشيك ليست من بدايه الديزاين ايه اللي اقدر احققه في من الاهداف التصميميه البيئيه من بدايه الكونسبت، وابدا بالسمبليفايد فايل اللي انا طلعته احدد الاهداف ديت بالبوينت. مع بعد كده هبدا خلاص انا عملت عملت ديفلوب للموديل في الليفل اوف ديتيلز مثلا الاولانيه ال او دي 100 او 200، وبعدين بدات اعمل ديفلوب للموديل علشان اوصل للديتيل ديزاين. ف وبعمل باخد بقى الاكستشينج فايل علشان اعمل عليه الاناليسز اللي انا عايز استخدمها كاهداف تصميميه على السوفت وير بتاعت البيم، وادخلها على الـ يعني اشوف ايه الانفورميشن اللي انا محتاجها
علشان ادخلها على الموديل علشان اشوف هقدر احقق الاهداف التصميميه دي ولا لا، وبعدين ابدا اشيك على الكريدت كاتيجوريز اللي هي في الريتنج سيستم اللي انا اخترته علشان اشوف هحقق الريكويرمنت او الاهداف بتاعتي ولا لا. فاذا يس يبقى انا وصلت ان انا عندي عدد نقط معينه وانا لسه في مرحله الديزاين، عارف ان انا اقدر احقق التارجت ده. طب لو لا يبقى انا لازم ارجع تاني للليفل اوف ديتيلز السابق علشان ابدا ري اسس الاهداف التصميميه بتاعتي واغير ما بينها. في النهايه بعد ما بخلص بيبقى عندي الاكسل شيت بيوضح لي ان انا خلاص عندي تارجت وعندي تصور مبدئي للداتا اللي انا محتاجها والانفورميشن اللي انا محتاجها عشان ادخلها على الموديل علشان احقق الاهداف التصميميه بتاعتي. والموديل بتاعي في النهايه لازم يرجع للاثوريتي اللي ادتني الداتا بيس بتاعتها في الاول للنيبر هود دي اللي احنا قلنا بقى جهاز المدينه او الامانه او البلديه علشان يبقى الموديل بتاع النيبر هود ابديتد. طبعا ده كله محتاج ابحاث كتير قوي بعد كده في في في, في كذا اتجاه. مثلا في جزء الاي تي عشان يحدد لي مثلا انا محتاج السيرفر هاب شكله عامل ازاي وحجمه قد ايه علشان يقدر يشيل موديل زي ديت. دراسه القوانين بتاعه الوزارات المختلفه اللي ليها علاقه بالنيبر هود ديت بقى، سواء مرور سواء بلديه، الناس اللي بتشتغل على انفراستراكشر، الناس اللي بتشتغل على شركات الاتصالات، شركات الكهرباء، شركات الميه، كل دول محتاج يحصل ما بينهم انتجريشن كويس قوي في ازاي الموديل ده هيتم ادارته وهيتم استخدامه. كمان محتاج يدرس من الناحيه القانونيه الموديل ده في النهايه اللي عمله مكتب استشاري او ديزاينر او حتى كونتراكتور او كلاينت، وبعدين الموديل راح لاداره المدينه، فبالتالي مين هيبقى ليه الحق يعمل ايه؟ يعني اللي عمل الموديل ده مش هيبقى ليه الحق بعد كده يلعب في الموديل ولا يغير فيه، علشان ما يبقى الموضوع واضح مين بيعمل ايه في الموديل ده. ده يعني ده شكل بسيط لملف الاكسل اللي كنا بنعمل فيه اسسمنت ايه هي الريكويرمنت او الداتا الريكوير داتا اللي انا محتاجها اثناء عمليه التصميم بناء على التشيك ليست بتاعت الريتنج سيستم اللي شغال عليه، وكل داتا دي انا محتاج اجيبها منين. هل محتاج اصمم باستخدام الاي بي اي ادون معين احطه على السوفت وير فيحقق لي الهدف التصميم اللي يخص الكريدت دي، او ان انا محتاج اعمل كالكوليشن مانوالز مثلا وادخل بيها على السوفت وير، او ان انا هجيبها من اوت سورس واحملها. بدانا نشتغل على موديل بعد كده بالطريقه بقى المعروفه للناس كلها، بحدد المكان الجغرافي للموديل بتاعي لان دوت بيفرق في كمنطقه مناخيه ليها ظروف خاصه بيها. دي نيبر هود اللي عملناها كاكزامبل، والمبنى ده هو مبنى فندق، ده انا كنت عملت له ديزاين في سنه 2001 في احد البلاد في السعوديه، فانا اشتغلت عليه بدات ابني الموديل بتاعه علشان نبدا نعمل اناليسيس بتاعتنا ونشوف ممكن نقدر نحقق كام بوينت. ده مش معناه ان المبنى ده يستحق البوينتس اللي انا طلعتها، لا، انا خدته كنموذج بطبق عليه اهداف تصميميه معينه ودخلتها على البري اسسمنت تول بتاعتي عشان اقول انه لو كنا اشتغلنا في التصميم بتاع المبنى ده على انه مبنى اخضر كنت ممكن استخدم السوفت ويرز بتاعت البيم في ان انا احقق عدد النقط اللي وصلت له. هنا كنا بندرس بقى حركه الشمس من المباني المجاوره وارتفاعاتها والماتيريالز اللي هنستخدمها، وده ضربنا بيه مثال عملناه الحقيقه، كان يعني ساعدني فيه احد البروجرامرز المحترمين جدا مهندس مصطفى خليل، هو بيدرس في المانيا في الوقت ده، وبدانا ناخد كريدت كاتيجوري واحد من الليد اللي هو اللوكيشن اند ترانسبورتيشن الكريدت نمبر 4 اسمه سراوندنج دينستي اند دايفر يوز. هنا البوينت دي بتقول لي ان انا لو حققت في دايره قطرها نص قطرها 800 متر حوالين المبنى بتاعي دايفر يوزز، سبعة دايفر يوزز، يبقى انا بستحق 2 بوينتس هنا. النقطه دي بتتكلم عن ان المبنى بتاعي موجود في ديفلوبد نيبرهود او اريا
فيها دايفر يوزز تخلي الناس تمشي. يعني انا حواليا في سوبر ماركت وفي باربار وفي بنك وفي، فالناس تقدر تنزل من المبنى بتاعي في خلال في حيز ال 800 متر دول تمشي على رجليها توصل للمكان، فده بيعزز من صحه الانسان وبيقلل من استهلاك التايرز بالعربيات وهو يعني بغض النظر. فلو انا حققت 7 دايفر يوزز في ال 800 متر دول باخد 2 بوينتس، لو حققت من 4 ل 7 دايفر يوزز باخد 1 بوينت. طب اقدر استخدم البيم ازاي عشان يفيدني في النقطه دي؟ المهندس مصطفى وقتها قعدنا ندرس مع بعض المطلوب وبدانا نعمل كود وطلعنا بلجن حطيناه على الريفت اللي هو اللي سميناه وقتها ليد ايفال، اللي هو انا بحدد السنتر، يعني جاست ان انا بحدد النقطه اللي انا فيها المبنى بتاعي اوتوماتيك بيرسم لي الدايره للمسافه اللي انا عايزها. فاحنا هنا حطينا هنا طبعا بالمليمتر، فحطينا 800000 مليمتر اللي هم 800 متر عشان يقول لي. طبعا احنا كل المباني دي احنا بنيناها كجاست ماسز، لكن عملنا لها بارامترز في الريفت ان كل مبنى مساحته قد ايه وكل مبنى استخدامه ايه عشان نشوف ان اذا كان البلاجن ده هيقدر يطلع لنا دايفر يوزيس ولا لا. وبالفعل هو يعني كل اللي انا بحتاجه بعد ما بسطب البلاجن ده هو ان انا اختار النقطه وادخل المسافه بتاعه الدايره اللي انا عايز ادرسها، بيطلع لي في النهايه شيت اكسل بمسميات المباني دي حسب ما هي كبارامترز على الموديل بمساحه المبنى واستخدامه. يبقى بالتالي هنا انا اثبت ان انا اقدر استخدم الاي بي اي البرمجه في ان انا احقق اهداف معينه في التصميم. يبقى هنا ده مثال واحد من امثله كتير جدا، ده المثال اللي هو ازاي ان انا اصمم بلجن بسيط واحطه. ممكن وفي امثله تانية بقى على ان انا ممكن اخد كالكوليشن معينه من اكسبيرت معين ادخلها على الموديل، ممكن اخد من المانيفاكتشر بعد كده حسب الايكويبمنت اللي انا بستخدمها ايه البارامترز بتاعته واحطها على الموديل. هنا البرامج البيم الحقيقه فيها باع واسع جدا ان هي تفيدني في كل ده. ده كان الفندق، طبعا عملنا الاناليسز المطلوبه بقى ان احنا نقسم السبيسز والرومز وكل واحد كل سبيس وروم باليوز بتاعتها ايه، لان هي بتفرق في الكالكوليشن بتاعت احمال التكييف وفي الانرجي يوز. وعملنا بقى تحليلات على دي كانت حساب احمال التكييف من خلال البرنامج الريفت، ولقينا في الابحاث بعض الكونسيرنز على النتائج، مش النتائج بتاعتنا بشكل خاص لكن النتائج عموما بتاعت ان السوفت وير ممكن ما يطلعش نتائج مظبوطه. وده الحقيقه برضو بيرتبط بليميتيشن معين ان الانفورميشن اللي انا محتاج ادخلها للموديل متعدده جدا ومتشابكه. وفي نهايه البحث من ضمن الحاجات اللي قلناها ان في الليميتيشن بتاعت البحث ان علشان اطلع نتائج مظبوطه محتاج ادخل انبوتس مظبوطه، فاذا الانبوتس دي فيها حاجه ناقصه ممكن اطلع نتيجه غلط واتهم اللي عمل البرنامج ان هو طلع لي نتيجه غلط واكون انا الغلطان في الادخال. فدي من الحاجات اللي اكدنا عليها في التوصيات في نهايه البحث. دي كانت دراسه الشمس حوالين المبنى، دي دراسه الدي لايتنج، وفي النهايه ده كان البرنامج اللي كنا شغالين عليه، هو اوريدي كونكتد مع الليد وبيطلع يقدر يطلع اكسل شيت في النهايه يقول كل روم هتحقق التارجت بتاعها according to الريتنج سيستم بتاع الليد ولا لا. وده كانت دراسه الاكوستيك، وقتها كانت لسه الحقيقه اميرجنت، ما كانتش لسه في سوفت ويرز بتقدر تطلع لنا النتائج اكيوريت قوي. بعدين عملنا تحليلات بقى على مثلا البيلدنج بيرفورم جرين بيلدنج ستوديو، وعملنا اناليسيز ثانيه على الانسايت 360، دي اللي كانت متاحه وقتها قدامنا كسوفت ويرز اوبن سورس يعني في التوقيت ده.
ولقينا انه بيسمح لنا برامج البيم بتسمح لنا بان احنا نعمل اوبتمايزيشن فيجوال. يعني انا دخلت البارامترز بتاعتي من بدايه مراحل التصميم في ايتيريتيف بروسيس, وبعد ما بشوف النتائج اقدر ادخل على كل بارامتر واغير في القيم بتاعته واشوف ايه الانسب لي علشان يديني تارجت معين على مانيبيوليتر بيطلعه لي السوفت وير. لكن الحقيقه برضو احنا اكتشفنا ان في النهايه, خلينا نقول بقى السمري, ان بعد الكويتشنير وبعد ما عملنا الليتريتشر ريفيو لقينا ان بالفعل اثبتنا ان البرامج البيم بتفيد كويس جدا ان هي تبقى انتجريتد مع الجرين بيلدينج ابروتش, وان هي تقدر امبروف البيلدينج بيرفورمانس, وان هي تقدر توصلنا بيوند البيلدينج انفورميشن موديلنج الى السيتي انفورميشن موديلنج. لقينا ان البرامج البيم ممكن تفيد في حوالي 70 ليد كريديتس. هنا الليد زي ما قلت في البدايه علشان اكون محدد, كمثال اخذناه كمثال, لكن لو خدنا نفس الاسسمنت تول اللي عملناها على التشيك ليست بتاعت ليد وطبقناها على اي ريتنج سيستم تاني هتطلع لنا في النهايه كام بوينتس ممكن استفيد منها في الريتنج سيستم اللي له العلاقه. لقينا ان ممكن نستفيد في حساب اللايف سايكل كوست واللايف سايكل اناليسيس للمشروع. قدرنا نطلع بري اسسمنت تول بسيطه للمكاتب الهندسيه, السمبل ابروتش اللي احنا عرضناه, وده ان احنا نخرج من فكره المبنى الى فكره ازاي اقدر ادير المدينه. والحقيقه هنا في, خلوني اشير لكم على السريع دي اخر حاجه, فيديو سريع بيوضح القصه دي. فهل واضح ولا مش واضح الفيديو؟ اشتغل دلوقتي. الفيديو ده كان تقريبا معمول في الصين في برزنتيشن لحاجه, لكن كان بيتكلم في نفس الفكره تقريبا. خلينا نقدم شويه عشان وقت حضراتكم. هنا انا عايز اقول ان يعني انا اقدر يكون عندي موديل لنيبرهود, بالتالي اقدر يبقى عندي موديل للسيتي, وبعد كده بقى عندي موديل للكوكب كله. بعد كده الجوجل ماب لما يجي يورينا يقدر يورينا الشوارع والحاجات اللي فيها على موديل بانتجريشن معين. ده اقدر ادير المشاكل بتاعه المدينه من خلال الموديل ده. صوت عالي. يعني انا اقدر من خلال موديل للنيبرهود وانا بعمل عليه مانجمنت من اداره المدينه اقدر اشوف عندي مشاكل فين. عندي مثلا ستورم كالفرت مثلا حصل فيه بلوكج, يقدر يسمع لي في الموديل على طول واقدر اخد الكوركشن اكشن. اذا انا عندي الترناتيف مثلا لطريق الصرف ولا حاجه, عندي مشكله في المرور في اشاره مرور, يقدر الموديل يطلعها لي اذا كانت كونكتد بالاشارات المرور الموجوده في الشارع. حصل عندي ان في عمود اناره طفى فاقدر على طول ابعت فني يحله, مش محتاج بقى قصه ان عندي صف طويل من بلاغات والبلاغات بتاخد دور ومين ليها بريوريتي. لا, هنا اقدر والناس عايشه في المدينه اتعامل في اداره المدينه بدون ما الناس تحس بمشاكل, احل كل حاجه بشكل مبكر طالما انا عندي موديل, الموديل بيترجم لي اللي حاصل في الواقع. هنا في المثال ده موجود. طبعا اذا حصل كراود طبعا في مكان ما اقدر احذر الناس في وقت مبكر منه من خلال الموديل والكاميرات المتصله بالمدينه. زي ما قلنا في مثلا اعمده اناره مطفيه اقدر على طول ان انا ابعت فني يشوف المشكله فين. ستورم كالفرت حصل فيه بلوكج. كل اليوتيليتيز بتاعه النيبرهود او المدينه خلاص اصبحت عندي محمله على موديل, على سيتي انفورميشن موديل او سيتي انفورميشن هاب. انا معين عليه اداره كامله, الاداره هي اللي بتدير المدينه في النهايه. ده كان الابروتش اللي احنا عايزين نوصل له في النهايه, ان احنا نقدر ندير عالمنا بشكل افضل بكتير من الطرق التراديشنال اللي احنا عايشين فيها. واظن في بلاد بدات تعمل ده دلوقتي, يعني البحث زي ما بقول بقاله حوالي 4 سنين ولا حاجه,
فأظن إن في مجهودات كبيرة اتعملت في الكلام ده دلوقتي. يعني أنا آسف إن أنا طولت عليكم. آخر حاجة هي فين الشير؟ النص يعني اقتراحاتنا للأبحاث المستقبلية بقى. أنا علشان أقدر أحقق اللي أنا اتكلمت فيه دوت، أو إن أنا أكون واضح بشكل أكتر في النتائج بتاعته، محتاج أعمل responsibility matrix لتصوري بتاع المستقبل ده. ففي أبحاث لازم تتعمل علشان تطلع لنا proper responsibility matrix دي. محتاج، وده اللي إحنا لقيناه بقى في البحث، إن في أبحاث كتير جدا بتتكلم على إن في conflicts ما بين البرفورمانس الحقيقي للمباني وما بين النتائج اللي بيطلعها لنا السوفت ويرز بتاعت البيم. ودي كانت اهم نتيجه من البحث، ان انا ما اقدرش اعتمد على بيم سوفت وير في النتائج اللي انا محتاجها. البيم سوفت وير لما يطلع لي يقول لي انت هتدفع فاتوره كهرباء في الشهر قد كذا، وهتستهلك كميه كم متر مكعب ميه قد كذا في الشهر، ما اقدرش اعتمد عليها كنتيجه، ولكن اقدر اعتمد على ان انا اختار البديل الامثل من خلال مقارنته على برامج البيم. يعني اتمنى ان دي تكون واضحه. يعني انا لو عملت سيميوليشن لمبنى وطلع لي نتيجه، ما اقدرش اقول ان دي النتيجه اللي انا هحققها في النهايه، بان انا في النهايه هستهلك انرجي يوز انتنستي او للمتر مسطح في السنه بتساوي كذا. لكن لما اعمل بديلين، ان انا اغير في البارامترز بتاعتي، اقدر اعتمد على ان البيم هيقول لي ايهما افضل كامبروفمنت بيرفورمانس. اخر حاجه في التوصيات هي ان احنا محتاجين دراسات على البروجكت لايف سايكل، لانها مرتبطه كتير جدا بالماتيريالز اللي انا بستخدمها، باثر المبنى سواء سلبي او ايجابي على المجتمع المحيط. متشكر جدا على وقتكم واسف على الاطاله. البحث احنا نشرناه لله الحمد في مجله سبرينجر، ويعني الصوره دي من 3 سنين. هو دلوقتي عامل حوالي 100 داونلود، كان من خلال مؤتمر جيو ميدل ايست في مصر سنه 2018. والبحث كان فيه بعد كده سبورتيف ستاديز بقى اتنشرت في مجلات علميه كتكنيكال بيبرز بقى، ما هياش كابحاث كبيره. يعني منها المقارنه ما بين الاكشوال بيرفورمانس وما بين السيميوليشن ريزلتس، ومنها نفس الموضوع قصه الانتجريشن ما بين البيم بيست سيميوليشن تكنيكس مع السستينابل بيلدينجز. شكرا جزيلا على وقتكم. ودي اخر كلمه، واللي هي المشهوره عن ناس كتير قوي من زمان، ان احنا ما ورثناش الكوكب الارض دوت من اجدادنا، احنا مستعيرينه من الاجيال اللي جايه. بالتالي احنا مسؤولين على اننا نسلم الاجيال اللي جايه بيئه حياه مناسبه ليهم، ما نسلمهمش مشاكل محتاجين يحلوها. شكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير يا دكتور. لو في حد عنده اي اسئله، واحنا متفقين احنا هناخد لقطه كده او هناخد صوره جماعيه ان شاء الله، لو حد عايز يفتح الكاميرات باذن الله. لو حد عنده اي اسئله. منور يا استاذنا. هبدا انا. طبعا الناس ما عندهاش اسئله، انا صدعت دماغهم بعد ما حضرتين دسمين بعد ما حضرتين دسمين من الدكتوره رشا والدكتوره مي. انا اسف جدا على اللي عملته فيكم. لا لا لا، ما شاء الله، وبحث غني جدا ما شاء الله. الله يكرمك، ربنا يبارك حضرتك. الناس كانت مستمتعه. طب لو حد عايز يفتح الكاميرا او حد حابب يسال الدكتور معانا. بالمناسبة أنا مش دكتور، أنا حاصل على ماجستير في العلوم الهندسية. إن شاء الله قريبا بإذن الله. الواحد ما ياخدش شرف مش لا يصطحب. الله يكرمك يا دكتور.
ده اليوم الاولاني، وان شاء الله في بكره وبعده برضو نفس الوقت ونفس الرابط ونفس كل حاجه ان شاء الله. الفكره كلها ان احنا بنلقي الضوء على اهم الابحاث في الفتره الماضيه، وان شاء الله يعني الابحاث كلها تعجبكم، وان شاء الله بكره في 3 ابحاث وبعد بكره برضو في 3 ابحاث ان شاء الله. نتمنى تكونوا بنفس القوه ونفس المتعه باذن الله. تمام، هناخد صورة مع الدكتور لوحدي، لو حد حابب يفتح الكاميرا يفتح. الله يكرمك. ايوه دكتورة مي، ازي حضرتك؟ جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله يعني نسعد بكم دايما بإذن الله. معلش أستاذ، حضرتك باشمهندس كان الولاد عاملين فيها مقلب وحاطين إيفكت، ممكن ناخدها تاني؟ ربنا يبارك فيهم إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم أكثر. الله يكرمك دكتور، جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك فيهم. بإذن الله. جزاكم الله كل خير وألف شكر، ونلقاكم غدا بإذن الله. جزاكم الله كل خير. شكرا يا باشمهندس، حضرتك ألف شكر. حضرتك دكتور.